بسم الله الرحمن الرحيم. معكم السي محمد. اللي صار عليه الامس واليوم واحد جا حيشاكس واحد روبورتاج ديال قناه دوزيام. نبدا لكم واليوم اجي ان شاء الله باش نشرح لكم التوضيح هذا. بعد ما تصدرت القرارات الاخيره ديال حساب التطويق ديال كل الاحياء ديال بوفولوس وساكا وحي الروضة، فانا كاي مواطن مشيت الصباح مشيت للمقاطعه باش ناخذ ديك الورقه ديال الخروج الاستثنائي. كاي مواطن عادي مشيت خديتها وانا خارج نقضي بعض الاغراض المواطنين الدار، صادفت واحد الروبورتاج هنا جيت حدا صيدات بالقايد سابقا وعرضوا لي الشرك في هذا الروبورتاج هذا وباش دير راي ديك. لهم مرحبا بك بليزير، مرحبا، نعبروا حنا كساكنه ديال مدينه خنيفره. وبالنسبه للورقه ديال الشهاده التنقل الاستثنائي هي وفي التاريخ ديال الامس 25/9/2020. واحد الجهه اعلاميه بزاف وما عرفتش علاش حنا راه مع القرار، اي قرار تيتاخذ تاخذوا المسؤوليه، حنا راه معاه ونتمنوا ان شاء الله من الله يرفع لنا هذا الوباء هذا والكوفيد 19 ان شاء الله نتهناو منه وتكون واحد الحياه ان شاء الله جديده. هذا اللي كاين. وما حنا راه الحمد لله شدينا بزاف ديال الاتهامات، مشاركين في مسرحيات، شي حاجه اللي حنا ناس بسط ماشي ديال شي حاجه كبيره. كان شي حاجه ولا شي واحد بغى يوصل شي ميساج شي واحد ياخذوني ساعه، حنايا وناس بوسطاء ما عندنا لا اناقه جماعه فاشي. وبديت بالراي ديالي وحنا في بلد كما ديمقراطي، جيت عبرت على رايي بكل ديمقراطيه وبكل، وحنايا خصنا نحترموا بعضياتنا الاراء ديال بعضياتنا، ماشي كنقولوا الديمقراطيه ونمارسوا الديكتاتوريه على بعضياتنا. الحمد لله في بلد ديمقراطي، انا جيت بالراي ديالي خصك تحترمني. وجيت من الدار ديالي عادي وصلت في داك الشيء وانا طلبوا مني الورقه باش عطيت الورقه عاديه، درنا روبورتاج عادي زعما لا اقل ولا اكثر، ما كاينش زعما شي تصور ولا شي خلفيات اخرى مور هذا الشيء. كنتمنى من الله عز وجل يرفع لنا الوباء هذا ويرفع لنا داك التطويق ديال كل الاحياء من ساكا بوفلوس وحيز الروضة، وان شاء الله نرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا ان شاء الله يفوت هذا الشيء ويبقى الشيء غير ذكرى. وكنشكر قناه عبير وكنشكر السي عبد العزيز امزاز، وشكرا بزاف وتحيه خالصه لكم، اخوكم السي محمد.